اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم علم طفلك. بعد طول انتظار وبعد فتره طويله من انقطاعنا، بس رجعنا لكم باحلم وافرح مع فرح. يسعدنا النهارده ان احنا نقدم اجمل المواهب وافضلها على الاطلاق، وان شاء الله في مزيد من المواهب الجميله والمبدعه في عالمنا عالم الطفل مع الخاله ناني. علشان بنحبكم جبنا لكم اسره جميله هتقول لنا وهتعرفنا عن الإصرار والعزيمة والنجاح والتواصل مع الآخر. أيوة، أهم حاجة في حياتنا هي التواصل مع الآخرين. تعالوا بينا نشوف الفيديو الجميل اللي هيعرفنا مين شخصيتنا النهاردة، الشيف فرح. يلا نتفرج على فرح الجميلة ونشوف موهبتها. ومن غير ما تحتاج حلمك هو حلمي، حياتك هي حياتي، كلنا بنكمل بعض، كلنا هنقدر بعزيمتنا وبإرادتنا وبإصرارنا نكون ناجحين زي الجميلة فرح. تعالوا بينا نرحب بالجميلة فرح، بنوتتنا الرائعة اللي أنا حقيقي منبهرة بجمالها وبضحكتها الجميلة وقعدتها قبل الكواليس وهي بتقول لكل الموجودين ابتسموا، الحياة جميلة، الدنيا مليانة فرح على اسم فرح. ازيك يا فروح؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. نورتيني في برنامج الخالة ناني. شكرا. ربنا يخليك يا فروحة. قولي لي يا فرح، انت بتعرفي تعملي ايه؟ انت عايزة تكوني ايه؟ كب كيك. بتعرفي تعملي كب كيك؟ اه. طيب يعني عايزة تكوني ايه في المستقبل؟ دكتور. تورتة. نفسك تكوني ايه في المستقبل؟ نفسك تكوني شيف؟ اه. الشيف فرح، بدأت موهبتك من فترة جميلة. فروحة بنوتة لذيذة. انا مرضتش اقول ايه اللي موجود فيها، ولكن هحكي معاكم. من بعد مبادرة السيد الرئيس واحتفاليته بقادرون باختلاف، فرح خدت العزيمة والارادة وقدرت ان هي تدور في فكرة جديدة تقدمها للي حواليها. فرح بنوتة كانت بتعاني من فترة طويلة من عدم السمع، إعاقة سمعية. يمكن ظهر عندها ده من فترة، من أول ما اتولدت، بس ما حدش كان عارف، ولكن وعي أولياء الأمور واهتمام الجد والجدة اللي هيكون معانا منهم جدتها الجميلة إن شاء الله، وهتقول لنا عن الفترة دي بإذن الله. قدروا يتواصلوا معانا ويكلمونا ويقولوا لنا إن لازم وأهم حاجة إننا نكتشف أولادنا. لو عندهم أي مشكلة ما نخبيهمش ونداريهم، بالعكس إحنا نحاول نساعدهم وإنهم يتواصلوا مع الآخرين بامتياز، يكلموهم، يتحاوروا معاهم. طيب إزاي؟ لما بيكتشفوا أي إعاقة أو أي مشكلة بدري بتبتدي الحالة نحاول نفهمها. وكمان عايزة أقول لكم عن معجزة جميلة جدا. فرح قعدت فترة طويلة جدا من صغرها لغاية ما كبرت بتحاول وبتنجز في عمليات مختلفة علشان تقدر تسمع وتتواصل مع الآخرين، لغاية من حوالي سنة بدأت فرح تسمع. مش بس تسمع بس، ده كمان تتواصل بشكل جميل،
بدأت تقدم أكلات ممتازة ومميزة لكل الموجودين، مش بس ماما وبابا، كانت بتتمنى إن هي تكون شيف. وعلشان كده الخالة ناني قدرت إن هي تكون مع أجمل فرح. أنا اللي سعيدة إن فروحة معايا. فروحة، قولي لنا بقى، عايزة تكوني شيف ليه؟ بتحبي الأكل؟ آه بحبه. بتحبي الأكل، تمام. قدمت لنا أكلات إيه؟ إيه اللي تحبي تقولي لهم عن الوصفات بعض الأكلات كده؟ كوب كيك. الكوب كيك، تمام. بيتكون إزاي؟ تعرفي تقولي لنا كده بتعملي إيه؟ عشان تعملي الكب كيك. زبادي ودقيق. تمام، زبادي ودقيق، وإيه كمان؟ وبتوكي واحد نص. تمام، برافو. وبتتريم. هايل، بتقول لكم المقادير. المقادير اكتبوا يا جماعة مع الشيف فرح مقادير الكب كيك. أحلى أكلة وأحلى كب كيك. لكن فرح مش بس موهوبة في الكب كيك وإنها تكون شيف للناس وتقدم لهم أكلات جميلة ووصفات مميزة، لا، كمان فرح عندها موهبة تانية. قولي لنا يا فرح، ايه الموهبة التانية بتاعتك؟ الباليه. الباليه، يلا ورينا بتعملي ايه. تمام. فرح علشان المايك ما قدرتش ان هي توريكم الحركة بتاعت الباليرينا الجميلة، لكن فرح بنوتة موهوبة، عايزين نشجعها، عايزين نشجع كل اطفالنا ونحاول نساعدهم. من صراحة من بعد احتفالية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشديد باطفالنا، قدر ان هو يزرع في قلوبهم المحبة والتواصل مع الآخرين بشكل وبعزيمة جميلة. كان اليوم دوت يوم 24 ديسمبر، وبقت احتفالية دايمة بإذن الله هتدوم لكل أطفالنا، علشان كلنا واحد، كلنا مختلفين، والاختلاف ده سنة في الحياة علشان نقدر نتعايش ونحب اللي حوالينا. تعالوا نسمع حكاية كده صغيرة من حكاية الخالة ناني ونرجع تاني نكمل. كان يا ما كان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سامر قرر إنه يكلم كل الأصدقاء عن طريق الإنترنت ويعمل حلقات جميلة لاختيار الصديق، وقال لهم يا أصدقائي، في أول حلقاتي أنا هقول لكم إزاي نختار الصديق بعناية. قالوا له إزاي يا صديقنا؟ قال لهم الكلام ده محتاج حلقات كتير، ولكن هختصرها لكم في معلومات بسيطة. أول حاجة، لازم الصديق يكون صادق مع صاحبه، مش بس صادق مع صاحبه، صادق بينه وبين ربه، وكمان قلبه يكون صافي وطيب، يعني يقدر يخلص لصاحبه، وكمان يعمل أعمال خير وتكون أقواله وأفعاله صح. سأل أحد الأصدقاء وقال له، ازاي يا سامر، يعني ايه تكون اقواله وافعاله صح؟ قال له يعني تكون كل الاقوال اللي بيقولها وكلماته اللي بيقولها يكون صادق فيها، فتكون افعاله لما يجي يعمل حاجة زي اقواله. قال له ياه، تصدق دي حاجة جميلة نقدر نعرف بيها ازاي يكون الانسان صادق، وكمان نقدر من خلالها نختار اصدقائنا بعناية. قال له صحيح، يعني ما ينفعش حد يقول لك كلمة مش طيبة وتصدقه، وكمان لازم لما تختاره يكون بيقول كلام طيب وكلام جميل. وعاكم يا أصدقائي تختاروا أصدقاء السوء وتقولوا للطيبين، لازم تعرفوا من خلال كلماتهم وتحددوه إذا كان صديق سوء. قال له طب وفرد لقينا أصدقاء سوء، هنسيبهم كده؟ قال له سامر، لا طبعا، لازم ننصحهم ونقول لهم يرجعوا عن الصداقة دي، أو بمعنى يرجعوا عن أي شيء وحش هما بيعملوه. قالوا له بجد يا سامر، حلقاتك مفيدة جدا، احنا جدا اتبسطنا بكل كلمة قلتها، شكرا ليك يا سامر. وبدأ الأصدقاء يشكروا سامر على كل كلمة بيقولها فيها خدمة ومصلحة وعناية ورحمة ليهم. يا ترى يا أصدقائي، عرفنا ازاي نختار أصدقائنا؟
ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في حلقتنا الجميلة، واستكمالا للحلقة هنكلمكم عن فرح وعن حالتها، وعايزين نسمع اتصال من ماما. نقول الو. الو. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكي في برنامجنا. اهلا نورتينا واسعدتينا بوجود فرح معانا في الحلقه. وجود العائله جدا. الكريمه بجد انا مبهوره باجمل فرح واستعدادها ونشاطها وانتباهها للحاضرين. عايزاكي تكلميني اكتر عن حاله فرح. ميرسي. اولا بس انا احب اشكر الرئيس على المؤتمر اللي هو عامله. اكيد اللي طبعا هو فعلا نمى فينا حاجات كتير جدا. فعلا خلى الولاد يعرفوا احنا لينا مكان، لينا كيان، لنا وجود. ودي كانت اهم حاجه، يعني خلت بنتي التفت نظرها ان في فعلا اعاقات ثانيه غير الاعاقه السمعيه. في كذا حاجه بنتي ما كانتش تعرفها اما شفتها في المؤتمر اللي هو عمله. بصت وحتى الاغنيه لما سمعتها حسيتها قوي، قعدت تقولي ماما ايه دي، بدات تركز فيها كلمه كلمه. الله. فدي كانت اول حاجه خلت فرح. لا يعني في دي فرح عمليه تقول لك لا انا لازم اكون. الله. اكيد ده حاجه حافز كويس جدا ليها. اكيد هيتم عرضه بعد قليل، ولكن انا عايزه اعرف منك مواجهتها ومع الاخرين ازاي واجهت الصعوبه دي ان هي عندها فرح. اصلا كانت مولوده طبعا ضعيفه السمع، وكان قابلنا مشاكل كتير معاها. عملت 3 عمليات. تمام. بس طبعا العمليه الثالثه بقى الحمد لله عملتها في عمر 8 سنين وده يعتبر بدايه السمع ليها. تمام. عايزه اعرف منك العملية، يعني احنا هنقول برضو لازم تقول لنا ان العملية كانت الدولة هي اللي بتشجعكم فيها ان شاء الله تتم شفاها. هي دلوقتي هو الاول طبعا دلوقتي الدولة بقت بتشيل عمليات زراعة القوقعة كلها. احنا بنشكر، يعني ما تدفعش فيها اي حاجة خالص. اكيد بنشكر الرئيس على اهتمامه بحالات الاولاد ومحاولة ان هو يدفعهم. اكيد هو اللي بيديها قوة. اكيد طبعا الحمد لله. وبنشكر في ناس كتير قوي في جنب فرح زي دكتور محمد بعد ربنا شديد. سبحانه وتعالى طبعا بعد ربنا فوق كل شيء، زي دكتور محمد شديد، دكتور عفاف، دكتوره سهير، الباشمهندس نينا، باشمهندسه ندى، دكتور احمد عبد الكريم. الناس دي كلها وقفت جنب بنتي واقفه بجد. الواحد لازم يفتخر بيها. اكيد مصر فيها خير كتير طبعا، كتير جدا. دول يعني دول عايزه اقول دول فعلا بعد ربنا. انتوا كنت سبب اساسي ان فرح تسمع وتتكلم. انتوا قوتوها وقفتوا جنبها سندتوها فعلا. انا ما اقدرش انكر كده خالص. واكيد انا بشكر من خلال شكرك الداعم للحلقه النهارده واللي ساعدنا في ظهور فرح على الشاشه، رفيق جلال، الاستاذ رفيق جلال اللي هو ساهم في حلقتنا النهارده وبوجود فرح ووجودكم معانا. انا بشكره جداً اكيد جدا. شكرا. ميرسي جدا منه. وطبعا الشركه بتاعت فرح اللي هي كان ليها طبعا عامل اساسي في مساعده فرح ومساندتها، والوكيل بتاعها في مصر. أكيد. كان ليه برضه. انا عايزه اعرف منك مختلف تماما، يعني تمام. هو بصراحه غير لنا كل اللي فات. اكيد انا عايزه اعرف منك ان قلتي لي من خلال محادثتي مع حضرتك قبل كده، قلتي لي ان احنا عندنا فجوه كبيره جدا، قعدنا فتره طويله بنحاول نزرع القوقعة اكتر من مره. 8 سنين وشاء 8 سنين وشاء النصيب ان هي تسمع في السنه الماضيه، صح كده؟ من سنتين بالظبط. فرح دلوقتي عندها 10 سنين هي بدايه سماعها. شهر 2 عملت العمليه. يعني كانت هي كانت عندها 8 سنين وشهرين كمان. ما شاء الله. ربنا يبارك فيها. وكنت برضو عايزه اسمع من حضرتك ان الفجوه الزمنيه الكبيره دي اكيد كان في اختلاف، ان هي مش سامع، مش بتتواصل مثلا، مش هتقدر تتواصل مع الاخرين، لكن اول ما نطقت بقت تتواصل وتعمل اكلات. يعني كلميني عن المرحله دي. هي طبعا حبت فكره الشيف دوت. هي بتقف عادي يعني جنبي في المطبخ كده. جت في رمضان ماما هي ايدي، فانا بقول لها هاتي هاتي الكبشه. فبتبسط ايه اللي انت فيه ده؟ بدات اللي هي عايزه تركز. ايه ده؟ عرفيني كل حاجه انت بتقوليها. جينا في رمضان عايز تعمل السحور، لا ما تعمليش انت، انا هعمل. بدات بقى تحب المطبخ من هنا. تمام. انا هعمل، لا انا هعمل كل حاجه، تقولي انا اللي هعملها. طب تعالي يا فرح اعمليها. انا ملاحظه التواصل بتاعك، التواصل مع بنتك هو الاساس اللي عزيمتها برضو ان تواصلك معاها. يعني انت بتقولي لكل اولياء الامور وكل اللي بيواجهوا اي صعوبه مع اولادهم ان هم يصبروا عليهم كلهم ويتحملهم. بصي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا مش الام المثاليه مثلا، لا ده انا في احنا بنحاول نوصل للمثاليه كتير.
في امهات فعلا بتتعب، جروب بقوقعتي اسمع واتكلم كله امهات تعبانه، كله امهات بتشقى وبتتعب وبتكافح عشان ولادها. أكيد مش انا مش مامة فرح بس، لا كلهم يعني، هو جروب فعلا بتاع بقوقعتي اسمع واتكلم، نفسي العالم كله يشوفه ويعرف منه قد ايه الامهات دي تعبت، قد أكيد ايه العالم الاهالي دي كله تعبت. بيشوفنا يا ماما ده وبيسمعنا. شرف ليا اللي هم يسمعونا ويدخلوا معانا في الجروب ويشوفوا احنا قد ايه مشاكلنا، ويشوفوا قد ايه أكيد احنا عايزين نوصل بولادنا وبنحارب فعلا عشان نوصل بولادنا. أكيد يا مش حبيبتي. مامة فرح بس اللي عايز توصل بولادها، لا ده كل بعد الامهات ضعاف السمع ليهم صوت عايزة بولادهم. أقولك إن بعد اهتمام السيد الرئيس والاحتفالية وحضور الاحتفالية، وإن شاء الله احتفاليات كتيرة يكون متواجد فيها ويدعم أطفالنا اللهم امين ان بكل شاء شيء، الله، ربنا بعد ده يوفقه دايما. أكيد أكيد سبحانه وتعالى، بعد ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيكون في اهتمام كبير قوي من كل المسؤولين أو كل اللي حوالينا بحالات الأولاد، وإن الدمج ده الرجاء الدمج اللي انا بترجاه ان شاء الله، يكون كل المسؤولين يشوفونا وصوتنا يوصل لهم ويشوفوا فعلا ضعاف السمع دول اللي جواهم مواهب. كل الو الو، واضح ان الاتصال قطع. تعالوا احبابنا نكمل حلقتنا لغايه ما تعود والده فرح ان شاء الله اتصالها بينا مره تانية. تعالوا نتكلم مع جده فرح ونقول اهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا بحضرتك، مامي يا جميله انت اجمل او جدتنا الجميله. انت الاحلى، الله يخليكي، شرفتينا في حلقتنا الله النهارده، يبارك وكنت فيكي. عايزه اعرف منك ازاي بتتواصلي مع فرح، واول اهتمام او اول اكتشاف، انا عرفت ان انتوا اللي اكتشفتوا ان فرح ضعيف السمع. فرح وهي عندها 6 شهور بدأنا يعني مثلا ايه، جه جدها مثلا يرن جرس الباب ما تتلفتلهوش، جدها يجي يتكلم هو لفت اول نظر لينا جدها، قال البنت دي انا حاسس ان هي مش بتسمع. تمام، ايه دي بالنسبه لنا طبعا كانت كارثه، لان احنا طبعا يعني ايه مش بتسمع مش عارف ايه، بدأنا نروح بيها للدكاتره. ثواني هستوقف حضرتك، كارثه ان هي مش سامعينا صح؟ احنا بنقول دلوقتي طيب استاذنكم في فاصل وهنرجع تاني نكمل حوارنا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وهنكمل مع جدة فرح، وبرضو هنقول لها قولي لنا، شرفتينا أولا مرة تانية، قولي لنا عن فرح وعن اكتشفته ازاي، زي ما كنت بتكملي حضرتك اكتشفته ازاي ما قلت لحضرتك. ايوه قلت لحضرتك ان هي يعني بقى اي حركه قدامها اي صوت قدامها ما تلتفتش عليه خالص، يعني اكدت لنا فعلا هي ما بتسمعش. رحنا بيها الدكتور قال لا ده في شمع في ودنها وما تقلقوش. بعد كده رحنا عملنا رسم سمع، اتضح ان هي فعلا ما بتسمعش. تمام، فعملنا لها عمليه وهي عندها 2 سنين. طبعا العمليه ما نجحتش، وهي عندها 4 سنين عمليه ما نجحتش، وبنفتكرها طبعا نجحت، الدكاتره ما بيكونوش بيقولوا حاجه. قعدت فتره طويله لغايه 8 سنين بنت مش عارفه تقول غير ماما وبابا، ومش عارفه تفسر اي كلام ولا تسمع اي حاجه ولا. تمام، لغايه لما ربنا كرمنا ان شاء الله وقعنا مع دكتور الله يرحمه ويغفر ويسامحه، الله يرحمه، هو توفى دلوقتي، هو ده كان الخير على رب بيد ربنا ثم أكيد هو طبعاً. أكيد. وبعد كده الحمد لله بقت تسمع وبقت تتكلم، وهي زي ما شايفاها كده في المدرسه ما شاء الله عليها، في سنه داخله 4 وهي عندها 10 سنين، وحابه بقى المطبخ جدا، وزي ما انت حضرتك قلتي الجده شايفه فرح ايه؟ شايفه فرح، فرح بالنسبه الله لها الله فرحتنا طبعا فرحتي قوي. فروحه نينا بتقول بتحبك قوي وبتقول لي فرح جميله جدا، وانا كمان بقول لها انت جميله جدا انا بحبك قوي. ايه ده ايه ده ايه ده، خلاص يا توته استني استني، يلا قولي لنا يا فرح انت بتحبي توته معانا؟ توته لبست لك اجمل فستان عشان تيجي وتكلمك. فروحه توته بتقول لك بحبك، وانت كمان؟ انا كمان بحبك حبيبي. طيب تعالوا نكمل تاني مع اياد. اياد طفل جميل، انا اقول لكم انا مش هتكلم عنه، هو يعرف نفسه. يلا يا اياد قولي لنا انت مين؟ انا اسمي اياد وجونيور 2. تمام، عندك كام سنة؟ عندي 8 سنين. ما شاء الله. إياد بتتواصل ازاي مع مع فرحة؟ فرحة كان أنا وهي كنا بنعرف نتكلم مع بعضينا، وبعرف أسمعها وهي بتعرف كانت تسمعني. تفهمك؟ أه. حاسس إن هي بتفهمك، قدرت لقيت صعوبة في الأول وأنت بتتكلم معاها؟ لا. ما حسيتش بده؟ أه.
ده لان فرح بنوته ذكيه جدا. الاولاد لما بيقلوا التشجيع من اولياء امورهم، لو عندنا اي حد لا قدر الله عنده اي معاناه او اي اعاقه، ادوهم حنان، شجعوهم، اتواصلوا معاهم، كلموهم، هيقدروا يتواصلوا معاكم، وبالعكس مش هيحسوا ابدا ان في اختلاف ما بينهم وما بيننا. لا، الاختلاف موجود، وسنه الحياه ان كل واحد ليه شكل، ليه لون، ليه طريقه، ليه اسلوب، ليه معامله، كل دي اختلافات ما بيننا. كمان الاختلافات بين الشكل او بين هنقول الاعاقات المختلفه السمعيه والبصريه والحركيه، حاول ما تحسسش اللي قدامك ان عنده اي شيء يعيبه، بالعكس ده عنده ميزه ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيها. ايوه رزقه بيها، زي ما رسولنا عليه الصلاه والسلام قال لنا بهم ترزقون وبهم تنصرون. يعني لو قدرنا ان احنا عليه الصلاه والسلام، لو قدرنا ان احنا نتالف ونتعاون ونتشارك مع الاخرين ونتواصل معاهم باي شكل، هنقدر ان احنا نحسسهم ان مفيش فرق ما بيننا، بالعكس كلنا واحد. وده كان سبب او هنقول اساس الاحتفاليه اللي موجوده، اللي هي قادرون ولكن باختلاف، قادرون باختلاف. تعالوا نكمل حلقتنا ونقول لفرح فروحه. فرح هقول لك ايه، تحبي تقدمي للناس لو انت هتكوني مذيعه زيي، اوكي؟ هتقولي لهم ايه؟ رحبي بالناس، قولي لهم ازيكم وعاملين ايه، كلميهم. ازيكم عامل ايه؟ وحشوني او 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 او. انت مكسوفه؟ بحبكم او 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 او. ايوه، وهم كمان بيحبوكي قوي قوي قوي. فرح عندها موهبه جميله، ويمكن خاله ناني مكتشفاها دلوقتي، ان هي عندها موهبه الالقاء، والالقاء يعني ان هي بتقدر تتكلم مع الناس وما بتخافش منهم، وليها طريقه جميله مع الكاميرا، صح يا فرح؟ اه. بتحبي الكاميرا صح؟ وبتحبي الناس؟ انا والجميع. انا والجميع. بتحبكم جدا وبتتواصل معاكم باي شكل، شجعوهم وفرحوهم وفرحوا قلوبهم علشان الدنيا بتاعتكم تكون كلها فرح. تعالوا نكمل مع اياد. اياد انت عندك موهبه ايه؟ ما اكتشفتش اي موهبه في نفسك كده؟ ما دورتش عن اي حاجه؟ لا دورت بصراحه. اه طيب، ما بتلعبش في اي نادي؟ كنت بلعب بس كورونا عشان كده طلعت بصراحه. تمام. طب لو فرح هتقول للناس عن كورونا، هتقول لهم ايه؟ لازم تكونوا حاطين ايه؟ نتحن الجريمه واغسل ايدي وبعدين وانتفخ وشي. تمام. ماشي كده. ولازم اكون قاعده بعيد عن اللي جنبي وليا مسافه، صح؟ ما ينفعش اهرشي. ما ينفعش اهرشي. جميل، الطفله الجميله بتقول لكم ما ينفعش ان احنا ايدينا تلمس وشنا ولا اي حاجه تلمس جسمنا. الجميله فرح، بجد انا مبسوطه بالحلقه الجميله دي معاها. تعالوا نسمع فرح هتقول ايه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتوجه له كلمه جميله، ونسمع الفاصل ونرجع تاني. مصطفى، أنا عندي 10 سنين، في الشارع 4 ثلاثة شرطة في المدرسة أمامي. أنا بحب أعمل أحكي
لازم أكون بفكر أنا بحب إيه وأهل عامل الأكل نفسي أكون شيف كبير على عندي حلم أكون شيف صحفة قلبي. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، كملوا معانا واسمعونا كويس علشان حلقتنا النهاردة مميزة بأجمل فرح. عايزة أقول لكم إن فرح جايلنا من مسافة طويلة علشان تكون معانا هنا في الاستوديو، جاية من الإسكندرية مخصوص علشان تكلمكم عن موهبتها. فرح قالت لازم أكون وبإذن الله هتكون. لازم نقدم المشيئة يا أصحابي في كل حاجة إحنا عايزينها وبنتمنيها، علشان كده فرح بأمر الله هتكون أجمل شيف وأجمل بنوتة بشوفها في العالم كله. عايزة أكلم الجدة عن شيء كنا كلنا أطفالنا دايما بيواجهوه، السليم واللي تعبان واللي عنده أي مشكلة بيواجه المشكلة دي، التنمر. التنمر هو عدم قبول الآخر وعدم التعاون معاه، أو إن أنا أحاول أختلف معاه بأي شكل وأأذيه في مشاعره، في أسلوبه، في طريقته، بأي كلمة. قولينا بقى، واجهتوا شيء من ده؟ والله إحنا أنت عارفة طبعاً هي في ناس بتتعامل كويس جداً جداً، حتى مدرسينها في المدرسة بتعاملوا معاه بأسلوب كويس جداً جداً، إنما في برضو ناس بتقابلنا ممكن فرح تتكلم إيجي بتتكلم كده ليه؟ اجي مش عارف كده يعني. انما كتير من الناس شايفين ان فرح جي زي ما حضرتك قلتي ان هي طفله كويسه وبتحاول توصل لحاجه وكلام زي دوت، انما الناس ما بتفهمش الكلام اللي هي بتقوله. تمام. فممكن احنا بنقول رساله من خلال كلام حضرتك وكلامي، بنقول لا للتنمر ونعم لقبول الاخر بكل ما فيه ومحاوله اصلاحه بقدر المستطاع، ان احنا نقدر نتفاهم مع اللي حوالينا ونحاول نفهمهم ان مثلا لو في اي انسان بيواجه اي مشكله، عنده تلعثم في الكلام، عنده مش قادر يسمعنا، مش قادر يشوفنا، ما تحاولش انك تاذيه في مشاعره، ما تحاولش ان انت توجه له اي شيء ممكن يحبطه. الكلمه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، بسمتك صدقه، كل شيء بتعمله في حياتك صدقه عن نفسك وعن اسرتك وعن كل اللي حواليك. حاول ما تأذيش غيرك، لأن دي بتكون أكبر المساوئ اللي ممكن أي إنسان يقابلها في حياته. تعالوا نرجع تاني لفروحة. فروحة، قوليلي يا فرح، بتحبي تعملي إيه؟ عرفت إن أنت بتحبي تعملي حاجات كده بالطرح، صح؟ تلبسي الطرحة وتعملي كده أشكال، صحيح؟ this is fun. فاشون، بتعملي اشكال فاشون. بتحبي الهندي؟ بتعملي شكل الهنود؟ ايوه بتحبي الهنود. فرح بتصمم كمان اشكال كده مبسطه لبعض التصاميم المختلفه عن طريق الطرح، بما ان عمرها صغير. انا بحاول اقول لكم عن كل المواهب الجميله اللي موجوده في بنتنا الجميله فروحه، وبنقل الصوره الجميله لاولادنا، وبحاول اقول لكم ان احنا كلنا بنتواصل مع بعض، نقدر نتكلم، نقدر نتفاعل، نقدر نحب اللي حوالينا. حبوا واحلموا وهتحققوا كل اللي انتوا عايزينه، بس بإذن الله وباليقين. لازم يكون جوانا يقين. اليقين في ايه؟ في ربنا. تعالى بقى، انا قلت استنى شوية واشوف اياد هيقول لنا الحدوتة اللي سمعناها من شوية من الخالة ناني. كنا بنتكلم عن ايه؟ فاكر؟ ان احنا نختار مين؟ نختار الصديق. الصديق. طيب الصديق. انا عايزة اعرف من اياد، انت بتختار اصدقائك ازاي؟ انا صراحة كم ايه لما اجد اومي وقلنا نروح المدرسة، لقيت ناس كتيرة، فايه كنت بتعرف عليهم وكده، كنا نلعب موادينا ساعات، ولما نيجي فسحة ساعدنا موادينا لعب. انا عايزة اعرف وانت بتلعب معاهم بتختار الصديق الطيب اللي بيعرف يتفاهم معاك، صح كده؟ اللي بيقول لك كلام جميل هو ده اللي بتتعاون معاه. لكن لو لقيت صديق بيكذب هتروح تصاحبه؟ لا بصراحه. هيا فروحه، لو لقينا حد بيكذب نصاحبه؟ غلط.
لا دي حاجه غلط اكيد اكيد. فرح بتقول لكم انا غلط من النار. نروح النار. الله عليك يا فرح. بتقول لكم اي حد بيكذب بيروح النار. شطوره يا فرحه. وبتقول كمان ان احنا لما نيجي نختار اصدقائنا نختارهم بعنايه، لازم يكونوا طيبين زينا وما بيكذبوش وبيحبوا كل الناس اللي حواليهم وما يذموش في حد ولا يقولوا عنه كلمه وحشه. صحيح؟ اكيد. اصحابي هنا مع الخاله ناني، تعالوا نشوف سمع هيقول لنا ايه. يحكى ان فأرا قال للأسد بثقة عالية: اسمح لي أيها الأسد أن أتكلم وأعطيني الأمان. فقال له الأسد: تكلم أيها الفأر الشجاع. قال الفأر: أنا أستطيع أن أقتلك في غضون شهر. ضحك الأسد في استهزاء وقال له: أأنت أيها الفأر؟ قال الفأر: نعم، فقط أمهلني شهر واحد. قال الأسد: موافق، ولكن بعد شهر سوف أقتلك إن لم تقتلني. مرت الأيام. الأسبوع الأول. ضحك الأسد لكنه كان يرى في بعض أحلامه أن الفأر فعلا يقتله، لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية. الأسبوع الثاني. بدأ الخوف يتغلغل إلى صدر الأسد. الأسبوع الثالث. كان الخوف تمكن من الأسد وبدأ يحدث نفسه: ماذا لو كان كلام الفأر صحيحا؟ الأسبوع الرابع. كان الأسد مرعوبا مزعورا. وفي اليوم المرتقب دخلت الحيوانات مع الفأر على الأسد، وكم كانت المفاجأة كبيرة لما رأوا الأسد جثة هامدة. لقد علم الفأر أن انتظار المصائب والتفكير فيها هو أشد قساوة على النفس. هل تعلم من هو الأسد؟ هو شخصيتك المهترئة التي من المفترض أن تكون قوية بإيمانها. والفأر هو قلقك وخوفك من الأشياء مثل كورونا. لذلك استمتع بالحياة ولا تشغل نفسك بما هو آت، وركز في يومك الحالي وكن إيجابيا ومبادرا وخذ بالأسباب الشرعية والطبية. العبرة: الوهم نصف الداء، والإطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. فما ظنكم برب العالمين؟ مع تحياتي نور الحسين. شكرا دكتور أحمد شلبي على هذه الكتابة الرائعة. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في حلقتنا مع أجمل أسرة وأجمل فروحة، أجمل شيف فرح، شيف الكب كيك، شيف الفراخ المشوية، الكبدة يا جماعة بكل خلطاتها، يعني الإسكندراني والمصري وكل حاجة، كشري إسكندراني وكشري وكشري كمان. جدة بتقول لنا اهي والكشري كمان. عايزة أقول لكم إن السعادة في محبتنا وفي رضانا وفي كمان شكل أولادنا وبسمتهم لينا. عايزة أقول لكم برضو كلمة كانت اتقالت في المؤتمر، بيقولوا المعاق هو من تكاسل عن أداء عمله وأعاق غيره عن الجمال. الإنسان اللي بيفكر كلمة معاق دي يعني إن هو عنده أي مشكلة سمعية بصرية حركية، مش المفروض إنها تتقال على ذوي الهمم اللي بياخدوا عزيمتهم من إرادتهم ومن محاولة إن هم يكونوا أفضل، أفضل نجاح، أفضل إرادة، أفضل سعادة. كل إنسان بيتحدى أي صعوبة بتواجهه، كل إنسان عليه إن هو يتحدى الصعوبات دي علشان يكون إنسان ناجح. وده اللي عملته فروحة لما قدرت إن هي تتواصل مع بابا وماما ومع العالم اللي حواليها. شجعوها وما خبوهاش، بل بالعكس بقينا قدام الشاشة وبنكلمكم. أيوة بنتواصل معاكم من خلال شاشتنا وبنكلمكم. وكمان فروحة هتقول لكم دلوقتي عن القصة
اللي احنا لسه كنا عارضينها، هي واياد. اياد، قول لنا عن القصه اللي كانت موجوده دي، ايه اللي استفدتوا منها؟ الكلمه ممكن تعمل ايه؟ الكلمه ممكن تموت اي حد. تمام، والكلمه كمان ممكن تفرح اي حد يا فرح. اه طبعا، الكلمه ممكن تاذي انسان، ممكن تموته، ممكن تخليه عايش محبط ومتالم نفسيا طول حياته، لكن لو كانت كلمتك طيبه صدقني هتخليه اقوى وافضل، زي ما السيد الرئيس قدر يدي العزيمه والاراده لاولادنا. انا بقول الكلام ده فعلا من قلبي، كلمه بسيطه قدرت تخلي فرح توصل رساله وتقول لازم اكون باذن الله، هبقى وهكون افضل بنوته. بصوا البسمه، البسمه اللي عندها دي دايما باذن الله ان شاء الله جميله باذن الله، بتحب الناس وبتحب التواصل معاهم. اخلقوا لاولادكم الفرصه ان هم يكونوا حواليكم. تمام، معانا اتصال ونقول الو. الو يا ريان. اه يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك في برنامج علم طفلك، انت معانا على الهوا. ماشي يا فندم. عايز تقول لنا ايه؟ عايز اشتكي على حاجه. بس عايز تشتكي عن حاجه؟ اسال عن حاجه ضايقه حاسه معايا انا وكده. تسال عن حاجه حاصله معاك؟ اه. طيب هو يعني اسمح لي ان احنا معانا اطفال جمال لطاف. اه. بنوته وولد جميل معانا فروحه شيف جميله. اه. تحب تقول لها ايه؟ عمرها 8 سنين. 10. بنوته؟ عندها 8 سنين، تحب تقول لها ايه؟ عندها موهبة جميلة مبدعة. عندي مين؟ كلمين. او شكرا ليك. تعالوا نرجع تاني، واضح ان الاتصال بيقطع. تعالوا نكمل موضوعنا النهاردة. تمام، تعالوا قبل ما نكمل موضوعنا نعرض الفيديو الجميل ونرجع تاني. أنا سنبع ملك الغابة المستثمري، يعني شايفاني يا لودي؟ آه، أنت مش شايفني وأنا باخد الشاور بتاعي؟ بالراحة يا ماما. آه، أكيد سمعتي عن كورونا اللي بيقولوا عنه المستجد ده، فأنت بتحاولي تنضفي نفسك على طول. طبعاً، يعني سيبني استمتع. دلوقتي جه دورك يا سنبع، تعالى بقى عشان تاخد الشاور بتاعك. ايه بتقولي ايه يا ماما؟ انا مش فاضي دلوقتي. سيبا اسمع كلام ماما عشان ما تضيعش مستقبلك بعد كده وانت ملك الغابة. اكيد معاكي حق. وحشتونا الحبة دول. تعالوا نرجع نتكلم مرة تانية. طيب تعالوا نرجع نكمل حلقتنا ونقول معانا قصة جميلة. طيب قبل ما نكمل، أيوة نقول ألو. ألو. أهلا أستاذة غادة. حضرتك أهلا وسهلا بيك يا فندم. حضرتك منين؟ فرح منورة الدنيا كلها. ربنا يخليكي. جميلة ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها ويحميها يا رب، وكيفها اللي زي القمر، ربنا يبارك في عمرها يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذه غاده. غاده فرح كلمي قول. اي غاده فرح. ايه بتقول لك؟ هاي عامل ايه؟ عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله ورا الدنيا كلها وحشوني. شكرا. بتقول لك اجمل شكر لاجمل استاذه غاده. بتسمعي حلقات فرح وعلى اليوتيوب؟ تمام. بصوا كل حاجه فرح ما شاء الله عليها بتدخل الفرحه لبيوت الناس كلها، يعني زي ما ده فيها اصلا، يعني ليها نصيب من اسمها سبحان الله. هي بتفرح، يعني تتفرجي عليها تحسي بفرحه. بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها يا رب. حبيبتي اجمل فرح، اجمل بنوته، اجمل اكلات للشيف فرح، هتتابعوها على قناه اليوتيوب بتاعتها، قناة الشيف فرح. وما تنسوش برضو تتابعونا على حكاية الخالة ناني عشان تشوفوا أجمل فرح هتعمل معانا إيه في الأيام الجاية.
تعالوا نكمل حلقتنا. وقبل ما نختم حلقتنا وقبل ما نكمل للختام هنقول لكم ان الخاله ناني بتقدم اجمل قصص لاجمل الاولاد. معانا قصه اقرا كده قول لنا اسمها ايه اللي مع القصه الجميله اللي معاك دي. انا اسف. لدعم المواهب والقراءه للحث على القراءه. القصة اسمها أنا آسف، بتعبر عن أن الاعتذار مش عيب أبدا. لو إحنا أخطأنا ممكن نقول أن إحنا آسفين. طيب ممكن ترفعها كده للشاشة عشان يشوف القصة الجميلة دي. تمام. طيب وانت يا فروحة القصة بتاعتنا اسمها إيه؟ حبيبة. ها حبيبة حبيبة طبيبة طبيبة حبيبة طبيبة فروحة صح. نفسك تكوني إيه في المستقبل؟ أو دكتورة. دكتورة أدي تتمع. الله دكتورة سمعيات. يعني اختارت التخصص اللي هي بتحبه وحابة تتواصل بيه مع الآخرين علشان تقدر تساعد غيرها. صح يا فرح؟ زي ما غيرنا ساعدنا. صحيح كده؟ وتقدمي لهم المساعدة كلها علشان يقدروا يتواصلوا مع الآخرين زي فروحة. صحيح. فرح بنوتة موهوبة وانا كنت سعيدة النهاردة بتواجدي معاها وهقدم لها على الشاشة حالا حالا حالا. ايه يا توتا اوعي تكوني عايزة تروحي معاها. عايزة اروح معاها. ايه ده هتسيبيني يا توتا. طيب استني لما نديها الشهادة الجميلة. مساعدني ان انا اقدم اجمل شهادة تقدير لاجمل فروحة على الشاشة الجميلة من الخالة ناني لاجمل فرح. هي هتقوم هي هتقوم تاخدها من حضرتك. قوم يا فرح خدي من تمام. وريديها للشاشة. يلا وريهم على الشاشة. هنا عرضيها كده اهو. لفيها كده. اوفي وريها. ايوه بس تمام. تمام. برنامج الخالة ناني برنامج علم طفلك مع الخالة ناني لأجمل فروحة. وكمان انا مش عارفة كل الناس بتحبك حتى توتا وعايزة تسيبني. ليه توتا لا ما تسيبنيش. شكرا ليكم. شكرا لمتابعتكم النهاردة. شكرا لتواصلكم معنا أستاذة غادة ومش متذكرة مين من أسيوط، ولكن بنرحب بكل مشاهدينا في أي مكان. شكرا لتواصلكم معنا ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا علم طفلك مع الخالة ناني. قولوا لهم باي باي.